عايز الناس تفرق بين حاجتين يا جماعة. وزارة التموين والكلام دي بتوثق الحقوق للعلامات التجارية، ولكنها لا تمنحها منح اللقب للاتحادات المعنية. هو خلاص تم منحه، ولكن استخدامه عشان ما حدش يعتدي عليه هو ده اللي بيوثق، وبلازم يحصل له تجديد، ولازم يحصل له دعم عشان ما حدش يعتدي عليه. حماية الحق، دور وزارة التموين من توثيق الملكية الفكرية حماية الحقوق مش تقرير الحقوق. فموضوع نادي القرن والنبي عشان دي نقطة مهمة جدا. لكن هو الأهلي أعاد التسجيل ولا لا؟ عدت الثلاث شهور ولا الأهلي سقط تسجيل هذه العلامة؟ معنا من الشؤون القانونية في النادي الأستاذ مهاب محمد عثمان المحامي. مساء الخير يا أستاذ مهاب. مساء الخير على حضراتكم يا فندم وعلى السادة المشاهدين. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. ولعلك تابعت كلام الأستاذة لميس الحديدي مع الأستاذ إبراهيم عشماوي من وزارة التموين، هل الأهلي أعاد تسجيل العلامة التجارية لنادي القرن ولا خلصت الثلاث شهور ولا إيه اللي حصل؟ فندم الأول نحب نكون واضحين، تسجيل العلامة التجارية هو من اختصاص جهاز تنمية العلامات التجارية. جهاز تنمية العلامات التجارية هو جهاز تابع لوزارة التموين، أنشأ بعد قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. النادي الأهلي هو من أوائل المنشآت داخل مصر اللي بدأت في إجراءات تسجيلها العلامات التجارية من سنة 2003. تمام. وكل 10 سنوات يتم تجديد هذه العلامات. حتى الآن النادي الأهلي مسجل أكثر من 60 علامة تجارية. 60 أكثر من 60 علامة تجارية وبيتم تجديدهم دوريا كل 10 سنوات. تمام. طبعا يا فندم يعني إيه علامة تجارية و60؟ يعني مثلا الأهلي نادي القرن بيضاف عليها حاجة، إيه اللي بيخليهم 60؟ إيه الاختلاف الواحدة عن الثانية؟ من النجمة الأولى دي علامة تجارية، لغاية النجمة العاشرة احنا مسجلينها. كل ما بتضيف علامة على التيشيرت على العلامة كل نجمه بتسجلها علامه جديده. ايوه تمام. وكمان السنه دي تم تسجيل نادي القرن العشرين الاكثر تتويجا، بالاضافه الى نادي الاكثر تتويجا. كل ده كمان تم تسجيله السنه دي. تمام. في اجراءات تسجيلنا لهذه العلامات التجاريه بالاخص نادي القرن تم تقديم ايه؟ تم تقديم اسطوانه مدمجه تحتوي على فيديو تسليم الكابتن صالح سليم رحمه الله لجائزه نادي القرن العشرين في افريقيا، بالاضافه الى خطاب من الكاف وجه الى النادي الاهلي لاستلام جائزه نادي القرن العشرين في افريقيا. تمام. توثيق اللقب. توثيق اللقب، توثيق الحق. ما تسجيله للعلامه التجاريه غير لما تكون موثقه. طبعا جهه التوثيق هنا دي الكاف، وذلك بخطاب رسمي من الكاف ومقدم لجهاز تنمية العلامات التجارية. طيب لقب نادي القرن تم توثيقه في 2003 او 2004 مش كده؟ ايوه يا فندم. هل انتهت العشر سنين بتوعه ولا لسه؟ فندم احنا بنجدد كل 10 سنوات واللقب مجدد حتى 2028. لقب نادي القرن معاك لغايه 2028 العلامه التجاريه بتاعته. تمام. وكمان برضو انا حابب اكون واضح في حاجه، ان اي علامه تم تقديمها ليها علاقه بذكر نادي القرن العشرين داخل جهاز تنميه العلامات التجاريه في مصر دي تم رفضها تماما. دي تم رفضها تماما لان العلامه مسجله. شاكرين يا استاذ مهاب جدا. تمام. اذا الامر واضح تماما انه العلامه التجاريه للنادي الاهلي نادي القرن كعلامة فكرية تم تسجيلها وتم تجديد هذا التسجيل، بالإضافة إلى بقية العلامات التجارية اللي طرأت على مكوناتها الكثير من التغييرات وفقا للبطولات أو حتى ما يضاف إلى الشعار مش كده؟ أنا هشرح لك. شكرا للأستاذ مهاب عثمان.